أني اسمي فاطمة أميرستون، جيت من ألمانيا. تعرفت على المستشفى من الإنترنت وقريت عليه كويس، وبعدين أخذت يعني الخطوة وجيت وعملت الموعد وجيت لهون، ولقيت استقبال كتير كتير كويس ورحبوا بي، وفي ناس كتير بيتكلم عربي وإنجليزي، ما كان عندي مشكلة باللغات ولا شيء. والدكتور بتاعي اجي كمان عندي اليوم اللي هبطت بالمطار، وكتير كمان كان رحب كتير كتير كويس. وانا يوم العملية رحت يعني وانا ما كان عندي مشكلة، لانه كله كان عندي الناس كلهم كانوا بحوالي وما كان عندي مشكلة الحمد لله. وبعدين العملية وصحيت ما كان عندي لا ألم ولا شيء، وكانوا معتنين بالأدوية كمان، كل مرة بيجوا كل مرة بيسألوا شو بدك، في عندك ألم ما عندك، يعني كتير 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 كويس والله العظيم. أنا كتير أنا عمري ما شفت زي هذا يعني الاستقبال والناس كيف بيتعاملوا، والطبيب بتاعي كل مرة بيجي وبيشوف وأنا كتير كتير مبسوطة كتير. واليوم السادس بالعملية وأنا قادرة أخرج وأمشي ويعني وما عملت مكياج، ويعني صحيت يعني رجعت لي الحياة الأولى يعني الحمد لله. وكتير أشكر إن كتير الناس اللي تكلموا بي اللي هم هون بيشتغلوا بالمستشفى بيتكلموا العربي والتركي وكمان بالإنجليزي كتير كتير بيتكلموا، يعني أنا كتير كتير مبسوطة الحمد لله.